أدى الأعضاء الجدد بالنيابة العامة اليمين القانونية إذانا ببدء العمل أمام وزير العدل المستشار عمر مروان والنائب العام المستشار محمد شوقي. وذكرت وزارة العدل أن أداء اليمين القانونية جاء للأعضاء الذين شملهم قرار الرئيس السيسي بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة. وشهد مراسم أداء اليمين القانونية رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة. مقر وزارة العدل هذا الصرح الكبير يتسع لهذا العدد من السادة معاونين النيابة ويؤدوا اليمين فيه، وأيضا ولأول مرة تتم استضافة أسر المعينين الجدد في مقر وزارة العدل. قبل كده ما كانش بيتم استضافة، لكن لأول مرة بيتم استضافة لأن المكان يسمح. وزي ما حضراتكم شفتم، المقصود من هذه الزيارة أن الناس تطلع على أرض الواقع، الإنجاز اللي تم في العاصمة الإدارية والنقلة اللي فيها وزارة العدل من مقرها القديم إلى المقر الجديد بكل الإمكانيات والتكنولوجيا اللي موجودة.